It flutters with a wing of joy and another of love. Upon its encounter, it draws a smile on people's faces and gives them a feeling of satisfaction. Throughout the ages, carrier pigeons have been the symbol of love, peace, and wisdom. They played the major role in the life of mankind by transmitting messages in various sectors, military, economic, commercial, among many others. Pigeon fancying. This is the typical picture that would come to our minds, a traditional pigeon shelter on the rooftops of houses in rural areas. But here in Dakdous, Mid Ghamr, the city that is 90 kilometers away from Cairo, the hobby has a special history that makes it sacred to the people. عندنا متغمر يمكن يكون من اشهر المراكز على مستوى الجمهوريه اللي بتربي حمام زاجل. فطبعا قعدتي مع اصحابي مع كلام الناس بشوف الغيه بتاعه الناس ابتديت اخش في الموضوع شويه. This pigeon has a birth certificate that includes the species it belongs to and the names of its European grandparents. This identification card and this plastic ring are the two things that identify one pigeon from the other. Over here, the carrier pigeons are raised in a loft or an electronically equipped pigeon shelter. The pigeons' IDs are recorded in the Egyptian Association in order for them to participate in races. اشتركت في سباقات مثلا زي سباقات إبلي ده سباق احنا بنربي الحمام وبنطيره بنهيئ له مناخ مناسب لتربيته يعني مثلا احنا بنجيب له لوفت كويس صحي بنجيب له ادويه مستورده مثلا من اغلى شركات برضه على مستوى العالم مشهوره بموضوع الحمام الزاجل انا بشترك في الجمعيه اللي انا موجود فيها بيبقى مثلا موجود فيها سي مثلا 50 30 غاوي كل الغواية دي بيبقى طبعا بيشتركوا في السباق كل واحد بيبقى له عدد حمام معين بيوديه زي ما هو عايز كل الحمام ده بيخش سباقات مثلا بيبدا من اول 120 كيلو اللي هي سباقات سرعه لحد 720 كيلو مثلا اللي هو سباق اسوان ده الاتجاه الابلي انا بحب السباقات القصيره شويه ما بحبش السباقات الطويله على اساس ان انا ما بحبش اظلم فرد الحمام السنه دي كسبت اول الضبعه تقريبا 320 كيلو اول الضبعه دي اتجاه السلوم نفس النظام اللي بيحصل في اتجاه ابلي اتجاه السلوم ده برضو من اول الحمامات في اسكندريه لحد السلوم على حدود ليبيا The loft or the modern pigeon shelter is designed to have an electronic watch that is used in trainings and races. This watch is used to make sure that they are accurately evaluating the pigeon's performance. دي أنتيلا بتاعت الساعة اسمها يعني بالمصطلح العربي حساس ده اللي بيلقط فيه الحمامة أول ما تيجي فطبعا احنا دلوقتي كده هنركب الكابل دوت كده هنا دي مرتبط بالجي بي اس عشان اول ما الفرد هيجي هيمشي على هيتك هنا ويخش اللوفت بتاعه هيتسجل عندهم على على الساعه ديت التوقيت بالثانيه باللحظه بالايه بالتاريخ بكل Here Ayman carries the pigeon with love and affection. He's a pigeon fancier and his passion towards raising the carrier pigeons turned into a job. اسمي ايمن عبد المجيد حسن ابراهيم الطوار. عندي 47 سنه. غوتي الحمام من سنة 82 في البيت ده البيت ده بتاعنا قديم اتربيت فيه وغويت الحمام فيه لحد طبعا ما سبقت السلوم وسبقت أسوان وسبقت الأقصر وسبقت سوهاج أول لوفت عملته كان اللوفت بتاعي إن أنا قلت لازم أعمل أنا لوفت بإيدي يعني أو عشة قديمة يعني من هم الناس اللي كانت بتعمل العشة القديمة زمان قلت لازم إن أنا أعملها بإيدي لحد ما احترفت الشغلانة يعني بقيت فيها غاوي حمام محترف زائد ان انا بصنع حاجة الحمام كل ما يخص الحمام الزاجل الغرض من الاكلة دي ان الفرد الحمام احنا بنحط الاكل هنا ان الفرد الحمام لما بيجي يقف بيقف هنا على الفرد هنا فما الزبلة بتاعته ما بتنزلش جوه الاكل بتحمي من الامراض من البكتيريا اللي بتنزل على اكل الحمام او الكلام ده كله بس برضو الحمام
عندي برضو مجموعه من الحمام. طبعا اللي بيساعدني في الشغل ده انا ما عنديش صنايعي، اللي بيساعدني فيه محمد ابني هو اللي بيساعدني فيه. عملت الاكلات نظام حاجات معينه، حاجات كتير، اشكال كتير. عملت نظام البقره اللي هي بتاعه بره، كان شغل بره انا بجيب شغل بره، بخش اتفرج على الناس شغل بره، بس انا بنفذه بطريقه مصريه. بحط فيه مثلا يعني مثلا ما بيحطوش بتاع بره، بيحط السيرج بتاع حته الخشب اللي هي بتحط فيها الحديده، بيعملوها عدل، انا بحليها على مكنه على اساس انها تطلع شكل معين او بيبقى مثلا ظريف. The development of the hobby and the races has driven the pigeon fanciers to establish a unified hub in Cairo for all the pigeons to live under the same conditions. This includes a unified care program encompassing nutrition and comprehensive medical care. احنا هنبتدي ندخل هنا، دي اول اوضه في نقطه الاهرام الدوليه. ده حمام زاجل كله، الحمام ده جاي من اوروبا ومن مصر. احنا بنبتدي نجمع الحمام ده كله هنا، ونبتدي نسابق بالحمام ده قدام شويه بعد ما ندشر الحمام ده كله. The champions, as their owners call them, come in boxes with identification numbers that are recorded in the hub's database. This hobby seems both enjoyable and fulfilling. The ownership of a beautiful bird and a skillful racer is definitely considered an accomplishment to the pigeon's owner. What is more interesting is the story behind becoming a pigeon fancier and the story of the owner's love for this hobby. تقريبا عندي 4-5 سنين. انا حاليا عندي 49 سنة. بدأت الهواية ان انا كنت في يوم من الايام وانا صغير كنت رايح مع والدتي كده في مشوار عند ناس قرايبي. وكان زمان البيوت السرير بتبقى بأعمدة نحاس طويلة، فكنت معايا كورة بلاستيك كده بلعب بيها، جريت الكورة تحت السرير، نزلت عشان أجيب الكورة، اتفاجئت إن في حمامتين قاعدين في صفيحة تحت السرير متربيين. الناس زمان كانت ناس بسيطة يعني. قعدت جنب الحمامتين من الصبح لحد المغرب، يأكلوني تحت السرير، ينزلوا لي المويه تحت السرير، مش عايز اطلع اصلا يعني. انا ما اعرفش ايه الحاجه اللي شدتني ليها، حاجه غريبه طبعا يعني. وانا مروح اتفاجئت ان قرايبنا ادونا الحمامتين دول، اخدتهم وحطيتهم في البيت، وبقيت كل يوم اصحى من النوم اطلع اقعد جنبهم. المغرب جدا انزل انام عشان اصحى تاني يوم اطلع اقعد جنبهم. وابتدت قصه الحمام معايا من اليوم ده يعني لحد النهارده يعني. The moment the pigeons fly at the start of a race is the moment that all pigeon fanciers await passionately, anticipating the next champion. Could it be this one or one of those? The only thing that is guaranteed is that each pigeon is a symbol of luck and fortune for its owner.